ركز معايا عشان هحكي لك حدوته مهمه جدا جدا. هي مش حدوته حدوته، يعني هي قصه حقيقيه وهتحصل في الفتره الجايه. بتكلم على تخطيط الاتحاد الافريقي للمرحله اللي جايه. ولما اقول لك تخطيط الاتحاد الافريقي للمرحله الجايه في عمر بطوله الامم الافريقيه، يبقى تعالى نجيب ورقه وقلم، علشان ده معناه حاجات كتيره جدا جدا. ده معناه ان الورقه والقلم بتاعت حضرتك ديت هتكتب احنا هنعمل ايه في الدوري المصري، وهتكتب احنا هنعمل ايه في الدوري المصري في مساله استئنافه من عدمه، وهنعمل ايه في الدوري اللي جاي، وهنتصرف ازاي مع منتخب مصر، ويبتدي يشتغل ازاي كابتن حسام البدري في اجندته الدوليه، ويبتدي الدنيا تدور ازاي وتدور مكانها ازاي. طيب نبتدي القصه من النقطه اللي هقولها لحضراتكم دي. عبد المنعم باح سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكره القدم قال في تصريحات له انه الاتحاد الافريقي يدرس كل المقترحات، ولكن على راس اولوياته ان تقام بطوله الامم الافريقيه في موعدها في يناير 2021 في الكاميرون. نقول تاني، يدرس كل المقترحات ولكن اولوياته هو الحفاظ على موعد بطوله الامم الافريقيه في 2021 في يناير. وبالتالي بص بقى اللي هيحصل علشان تقرا المشهد هيكون عامل ازاي. قدام حضراتكم هذا التصريح اللي قيل في احد الاذاعات في المغرب، عشان اكون اهو كمان دقيق. قال لك احنا بندرس كل حاجه، في متغيرات، بس هيبقى اخر احتمال بالنسبه لنا واصعبهم ان احنا نلغي البطوله، لان احنا متمسكين جدا جدا ان البطوله دي تتلعب. طيب الورقه والقلم بتوعنا علشان نركز بقى. احنا دلوقتي بنتكلم عندنا ثلاث توقفات، المفروض ان هم ثلاث توقفات افريقيه. عندنا شهر 9 و10 و11. 9 و10 و11 كان هيبقى فيهم تصفيات امم افريقيا واثنين تصفيات كاس عالم. ماشي كده؟ توقف ده في امم افريقيا، والاثنين دولت اللي هم 10 و11 على صوابع ايديا اهو، دولت هيبقى فيهم التصفيات المتعلقه بكاس العالم. طيب الاتحاد الافريقي هيعمل ايه؟ هياخد اجنده شهر 9 يديها لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. شهر 9 ده هياخد منه الماتشات اللي هيتلعب فيها كان التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، وهيحط مكانها الاجنده المتعلقه بماتشات دوري ابطال افريقيا. يعني بنتكلم على اهلي وزمالك ورجاء ووداد، ماشي كده؟ وهيحط الكونفدراليه. انت هنا بتتكلم في شهر 9، اذا ده حصل بتتكلم لك في 10 15 يوم ماكسيمم، 10 15 يوم، مش هيقلوا عن 10 ومش هيزيدوا عن 15 يوم توقف علشان خدمه الاجنده دي، علشان دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه اللي عندنا فيهم ثلاث فرق. مش عايزين ننسى احنا عندنا اهلي وزمالك، ثلاث فرق مصريه، اهلي وزمالك وبيراميدز، ده والله فريق مصري، فدول الثلاث فرق اللي مشاركين. طيب نيجي على الاجندتين التانيين، اجنده 10 و11 الاتحاد الافريقي هيعمل فيهم ايه؟ الاتحاد الافريقي هيخلي 10 و11 لبطولة الأمم الإفريقية، التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. قال لا، طب هتقولي طب وراحت فين التصفيات المؤهلة لكأس عالم؟ طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتم ترحيل هذه الأجندة لما بعد، على اعتبار أنه لسه قدام كأس العالم 2022، فنقدر نرحلها علشان يقدر يحافظ على أجندته الإفريقية أو أجندته القارية. فهيبقى عنده كلام ما خلصش، 10 و11 دولت هيتلعب فيهم ماتشات تصفيات مؤهله لكاس عالم. عاده التوقف كان بيتلعب في ماتش رسمي وماتش ودي، هو بيدي لك التوقف كده 8 ايام تدلع نفسك فيه، تلعب ماتش ودي عشان تجمع الرجاله وتلعب لك ماتش ودي، وبعدين تبتدي تشتغل على الرسمي. قال لك لا، اتنين رسمي في اجنده 10، اتنين رسمي في اجنده 11. رايح جاي رايح جاي، خلاص كده؟ اتنين رسمي في اجنده 10، اتنين رسمي في اجنده 11 في تصفيات بطوله الامم الافريقيه، التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. ده يدي لك دليل ايه بقى؟ ده يدي لك مؤشر ايه؟ ان هناك اهتمام كبير جدا جدا انه بطوله الامم الافريقيه لازم تتلعب في يناير 2021. قال له خد بالك، هو اصلا ما عندوش اريحيه. ده سبب حرصه ايه الاتحاد الافريقي؟
هو اصلا ما عندوش اريحيه انه يحركها في الاجنده اكتر من كده، لانه مش هيوديها الصيف، لان هو اصلا جايبها من الصيف حاططها في الشتاء. علشان لو تفتكروا تصريحات السيد عبد المنعم بح عندنا هنا، قال لك لا الطقس والمناخ صعب جدا في الكاميرون تتلعب البطوله دي، مستحيل. مصر انقذتها الموسم اللي فات او السنه اللي فاتت في 2019، لكن صعب جدا في 2018 عفوا، لكن صعب جدا جدا ان احنا 19 صح، لكن صعب جدا ان احنا نعرف ننقذها تاني بالشكل ده في 2021، فهنحاول ان احنا نشتغل عليها ايا ما يكون. طيب يبقى الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها ديت ان هو مش هيقدر يحرك بطوله الامم الافريقيه من ميعادها، ميعادها الاساسي ده اللي هو امتى؟ ميعادها الاساسي اللي هو في يناير، مش هيقدر يوديها في الصيف، وما يقدرش يوديها في الصيف كمان لانه عنده الاولمبياد هيعمل فيها ايه؟ طب السنه اللي بعديها عنده كاس عالم، صعب جدا نحط بطوله امم افريقيه وكاس عالم في نفس الاجنده. ففي صعوبات كتيره جدا جدا، ولذلك الاتحاد الافريقي عنده حرص كبير جدا جدا على انه بطوله الامم الافريقيه دي تتلعب في ميعادها. حكينا القصه كده بالكامل، تعالوا نربط الرابطه المهمه جدا، ده تاثيره ايه على تفكيرنا احنا؟ ما هو اللي انا بقوله ده لازم الناس تبقى مركزه فيه في اللجنه الخماسيه وفي الانديه، والناس كلها تبقى تجهز. طب احنا ايه سيناريوهاتنا؟ يعني حضرتك لو السيناريو اللي انا بقوله لك ده حصل، لان ده مقترح بنسبه يعني اكتر من 90% هيحصل. بنسبه اكتر من 90% الاتحاد الافريقي بيفكر فيه. طيب اذا المقترح ده نفذ، ده معناه ايه؟ ده معناه انه بالصلاه على النبي كده شهر 9 اتاخد لك 10 15 يوم، شهر 9 تاخد منك 10 15 يوم. طيب انت اصلا من المفترض ومن المزمع على حسب التخيلات والسيناريوهات ان 1/7 ندور مكان، اول 8 نقول يلا نشوط اول ضربه بدايه في بطوله الدوري المصري، هكذا يتخيل او هكذا يعني السيناريو مرسوم هكذا من حيث الاستئناف. اذا قيل يعني وكان القرار، نرجع انا بتكلم على سيناريوهات ماشي كده، مش عايز اقول لك انه دي يعني دي افكاري، دي مش افكاري، دي السيناريوهات اللي الناس بتقول عليها واللي الدوله بتقول عليها، وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري لكره القدم. فده تفكيرهم انه هيبقى مع انطلاقه شهر 8. طيب 8 كله هتلعب الشهر ده حلاوه ماشي، طب شهر 9 بقى هتعمل ايه في ال 10 15 يوم اللي هيتاخدوا منك؟ هياثروا اكيد هياثروا. يبقى انت اصلا بتفكر انه الدوري بتاعك لو استأنفته هتلعبه في شهرين، لو استأنفته هتلعبه في شهرين اللي هو يعني من 8، ويبقى مضغوط جدا جدا 3 ايام 3 ايام 3 ايام ماتش 3 ايام ماتش كل 3 ايام ماتش. يبقى انت بتتكلم في انه من 8 كان لحد شهر 10 اوائل 10. طب انت تاخد منك 10 15 يوم في شهر 9 هتعمل ايه؟ طيب هتقوم داخل على شهر 10 هترحل اكيد، يعني خلاص تاخد منك 10 15 يوم هترحل للي بعده. طب هتعمل ايه في اكتوبر؟ هيتاخد منك 8 ايام. تعمل ايه؟ طب بعدين هتخش في شهر 11 هتاخد منك 8 ايام كمان. ها هنخلص الدوري امتى؟ طب بلاش الصيغه دي، احنا مجهزين نفسنا ازاي لو الدوري ده ما كملش؟ طب سيناريوهات بدايه الدوري الجديد ازاي؟ امتى؟ حد قال؟ حد قال طب لو ده اتلغى الدوري الجديد يبتدي امتى؟ محدش قال صح؟ مفيش سيناريوهات. طيب فلنفترض مثلا ان الدوريات هتدور مكانها يعني مثلا في نص 8 لو هو كده، ولا المفروض انه لو هيبقى في دوري جديد يبتدي برضه في اول 8؟ فلنفترض، هتعمل ايه في التوقفات دي؟ لان هي هتأثر عليك جدا، لانك كده كده هتبتدي في يناير ببطولة الأمم الإفريقية. هتاخد توقف قبليه قد ايه؟ ويناير هيقعد منك شهر كامل بطولة الأمم. هتعمل ايه؟ طب لما ترجع من بعد شهر يناير يبقى عندك شهرين ثلاثة تختم فيهم بطولة الدوري، وقول انت هتكون لعبت لك 14 أسبوع وانت كده مموت نفسك، حرق بنزين على الآخر. 14 أسبوع، هل هتلحق تخلص مع 30/5 قبل الدورة الأولمبية اللي المفروض هتبتدي؟ شفت ازاي؟ موضوع صعب قوي. ليه الموضوع اللي انا بقوله لحضرتك ده هو يعني مش يعني ولا فيزياء ولا كيمياء اكيد. بس مقصود الموضوع ان احنا نفرد قدام عينينا كل السيناريوهات.
ونشوف قدراتنا هتبقى عاملة ازاي ونشوف احنا هنعمل ايه. هل باستطاعتنا استئناف البطولة في ظل هذه الاجندة؟ احنا ما اتكلمناش، احنا بنقول انه الناس قالت دور مكان وصحة الناس كويسة او احنا هنقدر نحافظ. الناس بتقول كده، ما قلتش حاجة تانية، خد بالك. لو حصل اي تأجيلات تانية على بعد ان احنا ما نقدرش نرجع في اول 8، طب ايه اللي هيحصل؟ لا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. هو الحقيقة يعني ان احنا عندنا مشكلة كبيرة، وعندنا مشكلة كبيرة في التوقيتات، ومفيش حاجة بتبقى مشكلة وملهاش حلول، لا كل مشكلة وليها حلول وليها تنسيقة معينة وليها اتفاقات معينة تحصل علشان تتم. اللي عايز بيقدر يعني، بس احنا دورنا ايه؟ ان احنا نقوم جايين نجتهد ونشتغل ونجيب معلومة ونفردها قدام الناس ونقول لهم دي السيناريوهات، اذا السيناريو ده حصل هتتصرفوا ازاي علشان احنا كمان نجهز نفسينا، علشان احنا كمان نقدر نساعد. ما هو ده دورنا، دور الاعلام كده، احنا نجتهد ونجيب المعلومه ونحطها قدام الناس وندردش فيها ونتناقش فيها ونحط لها حلول. حلول سواء ممكن تطلع من الانديه، حلول تطلع من اللجنه الخماسيه، حلول تطلع من الساده المشاهدين نفسهم اللي يعني عندهم فكر ودرايه كبيره جدا جدا. لسه عندي كلام كتير ولسه عندي تفاصيل واخبار مهمه جدا في هذا السياق. اروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين معاكم في الجمهور الثالث.